اليوم هذه اللحظة السياسية تشبه لحظة 2006، ما بعرف هلأ منشوف تطويق حزب الله، تطويق خارجي دولي وتطويق داخلي. نعم. القوى السنية عم تطالب ب 1701، السنية البرلمانية طبعا والسياسية، الخليج يطالب ب 1701، يعني القوى الدولية الخماسية، خليني أقول القوى المسيحية تطالب ب 1701. حتى حلفاء حزب الله المسيحيين اليوم ما قادرين يظهروا من عنوان 1701 بكركي اليوم، البطارك الكاثوليك. هذا التطويق لحزب الله اليوم ألا يؤدي إلى إمكانية حرب، مش حرب أهلي، إنه خلل بالسلم الأهلي اللبناني؟ طبعا طالما في ميليشيا بالبلد أكيد إمكانية الحرب الأهلية واقعة، لأنه في مين عم يستخدم سلاحه. بس كيف نظرتكم، قصدك يعني كيف حل هذه الميليشيا؟ الحل هو يعني بالحوار الحقيقي، الحوار طبعاً الجدي، أن يقتنع حزب الله أنه زمن السلاح ولا، وبنفس الوقت أيضا على إسرائيل أنه تخرج من هالأراضي اللي عم تعطي شرعية لحزب الله ببقائه تحت عنوان مقاومة. طيب 1701 كتبت عندكم بلبنان الكبير أنه حزب الله قابل عرض أمير بعرض آخر، وهو انسحاب قوات الرضوان من جنوب الليطاني مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. عرض أمير بس لحتى نقول أنه هو تطبيق 1701 وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة مقابل انسحاب حزب الله. خبرني شوي أكثر عن هذا العرض، لأنه أنا يعني ما قريته غير عندكم، وما بعرف قديش اليوم حزب الله يقبل بالانسحاب من جنوب الليطاني. لا هو طبعا أول شيء المعلومة جايبها زميلنا بموقع لبنان الكبير محمد شمس الدين، وكتب عن تفاصيلها باليوم التالي، وهني نوعا ما عم بيعطوا قيمة لقوات الرضوان، أنه وكأنه المجتمع الدولي كله عم بيجي يقول، أو إسرائيل بما أنها رددت دائما مصطلح قوات الرضوان، أنه إذا هذه بتنسحب الأمور تكفي. لا برأيي حزب الله عم بيوصل رسالة، أنه إذا الأمور واقفة على قوات الرضوان ما في مشكلة بتنسحب، لأنه هو عم بيوصل رسالة أنه الشعب الجنوبي أو البيئة الجنوبية هي أساسا المقاومة. نعم. وبالتالي هو مجرد كلام عم بينقلوه للفرنسيين لا تصعيب الأمور أكثر وأكثر بمحاولة الحل، لأنه في حال عدنا إلى 1701 حنلاقي لا الطرف الإسرائيلي التزم فيه ولا الطرف اللبناني من ناحية حزب الله، لأنه هو ليس بين دولي ودولي للعلم، هو بين إسرائيل وبين حزب الله، يعني ليس الدولة اللبنانية، بل الدولة اللبنانية مفترض أن تكون تساهم بتطبيقه لأنه هذا قرار دولي. حزب الله لم يلتزم ب 1701 ولا إسرائيل، وإسرائيل لم تلتزم، إسرائيل خرقت الأجواء اللبنانية وتخرق دائما، تضع أجهزة تنصت وتجسس في الأراضي اللبنانية، تصنع العملاء، ترسل المسيرات إلى وسط الضاحية الجنوبية، ولكن حزب الله تجاوز هذا الموضوع بالخرائط أيضا، اعتدى على اليونيفل حزب الله ومنع عمله ومنع حرية عمله، ويستخدم الأملاك الخاصة كحجة لعدم دخولها إلى المناطق اللي فيها سلاح. إذن شو بده حزب الله؟ هل يريد وقف إطلاق النار أم لا؟ طيب. هل يريد لبنان محمي من كل الاعتداءات وأن يكون الجيش اللبناني على آخر شبر للبنان أم لا؟ طيب محمد، سؤال يعني مباشر، أنتوا لما أو حضرتك لما تطالب حزب الله بتطبيق 1701، نعم، طب أليس من الأجدى أن تنفذ إسرائيل قبل القرار؟ طبعاً أكيد، يعني ولكن أنا عندي مشكلة، كيف تنتظر من حزب الله يلي بتسميه ميليشيا يلي بتسميه اللي بدك إياه أنه يطبق 1701 وإسرائيل لا تزال محتلة وإسرائيل لا تزال كم شوي على إسرائيل أن تخرج من المناطق اللبنانية كقرية الغجر وتلال كفر شوبة، لأنه مزارع شبعة. بس أنتوا بتعرفوا أن إسرائيل ما رح تفهم هذا الشيء؟ عرضت اليوم الخروج من، تفضل تظهر من دون شروط، على إسرائيل أن تخرج من كل شبر لبناني من دون أي شرط. موضوع حزب الله لبناني، يعني مش أنه والله إسرائيل عم بتعاني منه، نحن كلنا مقاومة وقت تدخل إسرائيل على لبنان، كلنا مقاومة مش حزب الله، نحن قبل بالمقاومة، نحن اللي قتلنا إسرائيل. ولكن اليوم حزب الله للأسف عم بيقول أنا مني مقاومة، تجربته تقول أنه هو ليس مقاومة من أجل إسرائيل، كان عم بيقاوم إسرائيل بالسيدة زينب بسوريا وبالقصير وبحلب وبإدلب. على الرغم من مسيرته، لحظة، على الرغم من مسيرته هيدا البروفايل تبعه، بس البروفايل تبعه كمان حرب تموز. طيب حرب تموز هو دمر البلد بحرب تموز كرمال جنديين، شو عملنا؟ البروفايل تبعه كمان بالألفين، لا يحق له أن يخطف قرار الحرب والسلم،
أنا مع منطق الدولة، وأنت يا حزب الله جزء من الدولة موجود بالحكومة، طيب فتطالب بالحرب الحكومية. العرض المقابل اللي قدمه حزب الله هو نعم. مباشرة لأمي؟ لا، عبر وسطاء تقدم هذا العرض، أنه إذا نحن عنا عبلك نوع من السخرية عم يتعاطى حزب الله بهالموضوع، أنه إذا القصة واقفة على قوات الرضوان وإسرائيل خايفة منهم ما في مشكلة، نحن نسحب قوات الرضوان بعددهم وبالتالي أمنولنا الدعم الاقتصادي للبنان وتسهيل استحقاق الدستوري الرئاسي في لبنان، وأن تلتزم يعني إسرائيل بال 17-01. كيف يعني؟ اشرح لي كيف يعني أمنوا لنا دعم؟ يعني إذا هذا العرض المقابل يعني هو برأيه أن إنه الدعم الاقتصادي كيف والاستحقاق الرئاسي كيف لمصلحة يعني مرشحون سلامي فرنجي، هيك قصدك؟ ما بعتقد بيوصل هذا الموضوع، هلأ مدخل موضوع الرئاسي. لا بس هني شو قصدك؟ هو يحاول أن يقول أن الطلبات الأجنبية بما يخص قوات الرضوان ساخرة، وأنه هو يستطيع أن يصنع كل يوم قوات الرضوان بالجنوب. يعني اليوم أنت إذا في بيت على الحدود الجنوبية وهذا البيت ينتمي إلى حزب الله، وهذا الرجل أو السيدة أو غيرهم يعني عندهم سلاح صيد أو عندهم كلاشينكوف، أنه ما هدول مدربين مهيئين للدفاع عن أرضهم، وبالتالي ربما ممكن تقطيرهم بإطار قوات رضوان جديدة. موافقة. فأنه موضوع اسم قوات الرضوان هني جزء من حزب الله. أوكي. ما في مشكلة منشيلهم، ما نحن بنقدر نرجعهم يعني. صح. بس سؤالي وللتأكيد وللتدقيق، من بعد لقاء برنار إمي مع حزب الله، بعد حزب الله عرض مقابل عبر أحد الوسطاء بيقول فيه أنه بتكون قوات رضوان تنسحب على قاعدة أنه كلنا قوات رضوان. أوكي. بس بعد هذا العرض عبر وسطاء الثنائي، مصادر الثنائي هي من أبلغتنا عبر زميلنا أنه قدم هذا العرض. يعني أنا لم أشهد لا على العرض. طيب ولا برأيك أنه هذا مش ممكن يكون تسوية؟ تشبه الـ 2006 هي بدها تصير تسوية، أنه هي بده يستخدم حزب الله فائض القوة بلبنان، وبالنهاية أيضا بغزة بده يصير في تسوية كبيرة. تقلك شغلة يا جوزفين، قبل أن تحصل 27 شو كان العنوان الأول اللي كنا عم نشوفه بالمنطقة؟ هو اتجاه المملكة العربية السعودية إلى تطبيع مع إسرائيل، صح ولا؟ وأرسلت السعودية سفيرة إلى فلسطين، وكان هناك مؤشرات أمريكية لدى المملكة العربية السعودية بأن إسرائيل قد تصل إلى مكان وتوافق على حل الدولتين، لأنه الأمير محمد بمقابلته وأيضا ضمن كل المفاوضات اللي كان عم تصير لن تتجه المملكة إلى تطبيع إلا بإعطاء الفلسطينيين حقهم وبحل الدولتين وفق المبادرة العربية اللي طرحها ببيروت أيام الله يرحمه الملك عبد الله. طب هل 27 ضربت الحل؟ هل هناك من لا يريد حل الدولتين لبقاء عمل هذه الميليشيات؟ في نظرية موجودة هيك، أنا عندي معطيات بهذا الإطار. نعم. طيب. بس على الرغم من أنه إيران نفت علما بهذه العملية ما بدها تفوت، وحتى نفت وعبرت عن أريدتها بعدم دخول الحرب. معطياتنا بعد التواصل مع أكثر من جهة تبين أنه لا، كان في معطيات عن لقاءات خاصة بوحدة الساحات، كان في معطيات عن تدريبات عسكرية لكتائب القسام على الحدود اللبنانية السورية، كان في معطيات أنه أيضا ما جرى بعين الحلوة كان جزء من السيطرة لأن يكون مخيم عين الحلوة ساحة خلفية لحماس في حال عملت هذه المهمة، ولكن فقط التوقيت ما كان عندهم علم فيه الأطراف الباقية.